الصوت كده واصل مش كده؟ طبعا انا بفخر فان قلب لما بشوفك وبشوف ابونا الكبير، انسان كده بيشجع دايما الناس الجلاد اللي في الحياه دي. فرحان حقيقه وانا في وسطيكم النهارده. نعم ربنا صوت فرح. في الحقيقة كان تكليف يعني ليا إن أنا أتكلم عن الشبع الروحي. في الحقيقة ما كنتش عارف أتكلم عن إيه بالظبط، على الشبع الروحي. قلنا ناخد جزئية مهمة. عارف إن أنتوا ناس روحانيين وعاوزين تتكلموا عن روحيات، لكن أنا هبدأ إن أنا أتكلم عن أهمية الشبع عموما، وبعدين هتكلم عن حتة الشبع الروحي وهنعرفك. ولو ربنا رتب نتكلم في سمات الإنسان المشبع، وبعدين نتكلم عن في نقطتين كده بساطة عن كيف تكون إنسان مشبع. أولا عاوزين نعرف الرسائل المسيح اتكلم عن المرأة السامرية، قال لها حتى لو تعبانين من ده اخد ده. نجرب نجرب كده كويس ولا ايه؟ ولا ضعيف كده؟ ها؟ كده كويس؟ تمام. السيد المسيح لما تقابل مع المرأة السامرية يقول كده في يوحنا 4، أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن الذي يقول لك أعطيني الأشرب لطلبت أنت منه ماء فأعطاك ماء حياة. من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع. ينبوع الماء اللي أنا هديها يصير فيه ينبوع، ينبع إلى حياة أبدية. يعني نفهم من كده إيه؟ إن في احتياجات تشبعها تبقى طالبة مني أكتر، ما تشبعنيش فريفر. وفي احتياجات لما أخدها ممكن أشبع بيها للأبد. ومش كده وبس، ده أنا هرتوي من المية دي إلى الأبد، دي مرحلة أولى. وبعدين يصير في ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، تبقى فوريفر كمان أنا أرتوي وكمان أفيض على اللي حواليا. دي إيه بقى؟ دي عطية ربنا، ده هو شبع الروح. بس قبل ما أتكلم عنه في الحقيقة، لازم نتكلم عن الشبع بمفهوم متكامل. يعني إيه؟ يعني الإنسان ليه احتياجات، ليه احتياجات جسدية وليه احتياجات عقلية وليه احتياجات نفسية وليه احتياجات روحية. لو دول ما اجتهدتش في ان انا اشبعهم مش هتبقى حياتي سليمة. يعني ايه؟ نبسطها. يعني مثل الاحتياجات الجسدية، ان بسهولة ايه هي الاحتياجات الجسدية؟ اكل وشرب ولبس وراحة، وان الواحد ياكل كويس ويشرب كويس ويلبس بقدر امكان كويس ويرتاح كويس فيمارس حياته طبيعي. اليوم اللي احنا كنت انا من 3-4 شهور كده جيت كلمتكم في موضوع التصادم مع الله، وبعديها اتأسفت قوي للمهندس كرم، قلت له معلش سامحني انا كروكتكم لاني تعبان قوي، صاحي من بدري وقبليها كنت مش نايم خالص
وطول النهار في الكنيسة ورحت جاي لكم على طول، فتقريبا ما نمتش 24 ساعة، فيدوبك ما كانتش الكلمة بحماس، لاني انا ايه مش قادر، احتياج جسدي مش قادر ابقى مصحصح معاكم. فالواحد لو مجريش ورا احتياجاته الجسدية مش هيمارس حياته الطبيعية، مش عيب ابدا ان انت تسعى انك تبقى مرتاح في نومك، انك تاكل كويس، انك تسعى ان يبقى مظهرك لائق. الكلام ده كله احتياجات مش عيب ولا حرام، لكن لما الواحد يتمادى في احتياجاته الجسدية هو ده بقى الايه اللي مش لائق. يعني ايه مش عيب ان انت تاكل وتاكل نوعيات مغذية وكويسة، لكن العيب ان انت تبقى عايش بس عشان تاكل، هو ده العيب وهي دي الخطية. ان الواحد يبقى واقف في حياته بس علشان يستمتع بحياته الجسدية، ده لا يليق بأولاد الله. لكن احتياجاتك الجسدية مهمة جدا. يقول لك اهتمام الجسد الزايد، اهتمام الجسد ايه؟ موت. من يزرع للجسديات يحصد ايه؟ فسادا. ومن يزرع للروحيات يزرع يحصد ايه؟ يحصد حياة. يبقى اذا اشباع احتياجاتك الجسدية مهمة جدا، وخلوا بالكم. يعني بولس الرسول يقول اعطيتم الجسد لكي تقوتوا وتربيه. عيب قوي ان انت ما تبقاش مهتم بجسدك ده، حتى يعني ساعات كده ضربة بيتضرب بها الاباء الرهبان او الناس اللي بيشتغلوا في العمل الروحي، ان صحتهم ما تبقاش. كنت لسه امبارح مع احدى الاباء الرهبان زعلان جدا لاني عنده مشكلة في جهازه التنفسي، فالدكتور موصيه بان هو المزامير بتاعته ما يقولهاش جهرا، يقولها بعنيه بس. فمتأزم جدا لما يحضر قداس ولا حاجة، يقعد 3-4-5 ايام نايم، فبيبقى تعبان، فبيبقى متألم ان هو جسده مش قادر يمارس بيه حياته الروحية فيستمتع. فاذا احتياجاتنا واشباعنا للاحتياجات الجسدية مهمة قوي. طيب احتياجاتنا العقلية كمان، ان الانسان بيستمتع، ليه احتياجات عقلية؟ يستمتع بالتعليم، الانبوت اللي بيدخل للعقل بيتحول الى صياغة في الحياة، فالصياغة دي صياغة الحياة تنمو، ولما تنمو يتغير الفكر فتنمو اكتر فتستمتع بالحياة اكتر فتبقى. كنت لسه حاضر يعني حضرت كده لقاء في التلفزيون مع ابراهيم عيسى، عجبني قوي في ايه؟ في انه يقولوا له انت مثلا بتعمل 5-6-7 برامج، بتعمل الكلام ده ازاي؟ قال لهم انا عندي كتب كده خاصة بالحمام، لما يدخل يعمل تواليت يبقى في كتب معينة للحمام بيقرا له في الفترات اللي بيقضي فيها التواليت بتاعه، بيقرا له مثلا كل يومين ثلاثة، ما بين كل يومين ثلاثة كتاب. وبعدين عنده، هو ما بيضيعش وقت، وعنده في الأوقات التانية كل يومين ثلاثة كتاب، يعني كل يومين ثلاثة الراجل ده بيقرأ كتابين. ليه؟ بيستمتع باللي بيدخل، لأن الإنسان كائن إيه؟ من ضمن تعريفات الإنسان إن هو إنسان، الإنسان كائن يتعلم، فيستمتع باللي هو بيتعلمه لأن أسلوب حياته إيه؟ بيتغير، فينمو. فده إشباع، ومهم جدا إن إحنا نبقى حريصين عليه. كمان بس في حاجة، لما يبقى الواحد عادة ما بيشبعش من الاحتياجات الجسدية، ف
او عادة ما بيوفهاش ودايما بيبقى عاوز الافضل. فربنا خلق لنا الاحتياجات العقلية ليه؟ علشان اللي احنا مش قادرين عليه او نوفي طلباته او الاحتياجات دي نشبعها في الجسد نكملها في الايه؟ في العقل. لاني تلبية احتياجات او اشباع الاحتياجات في النواحي العقلية تغطي اي، خلوا بالكم، تغطي اي ضعف في احتياجات الجسد. احنا النهاردة عاوزين نقول ايه؟ ان الاشباع الروحي مهم، فاتدرجت كده الاحتياجات الجسدية لو انت ما اشبعتهاش تقدر تشبعها وتكملها بالاحتياجات العقلية. بدليل ان لو واحد متعود على الحركة وبعدين جه حصل له حادث مؤلم افقدته قدرته على الحركة، تشل يعني بعد الشر عليكم يعني، فيعمل ايه؟ هو متعود على الحركة، طيب مش قادر يلبي هذا الاحتياج او يشبع هذا الاحتياج، فيعمل ايه؟ يتعود، لما يتعود يقرأ ينسى الاحتياجات الجسدية اللي هو كان متعود عليها، لان الاشباع العقلي نماه جامد لدرجة ان هو ما بقاش يسأل قوي عن الاحتياجات الجسدية، او اللي مش قادر يعمله بالجسد بيقدر يشبعه بالايه؟ بالعقل. فاذا في فكرة هنا، ايه هي الفكرة؟ اللي انت ما تقدرش تشبعه في احتياجاتك الجسدية قد تشبعه في احتياجاتك العقلية، لان الاحتياجات العقلية تغذي العقل والجسد ايضا. تعالوا بقى نشوف الاحتياجات النفسية. الاحتياجات النفسية زي مثلا ايه؟ احتياجنا للحب. احنا محتاجين للحب، مين اللي قال ان احنا في حد يعني مش محتاج له؟ مهما، او في حد بيتحب بس زهق من هو بيتحب، بيقول له لا كفاية كده، فيش حد بيزهق من الحب ولا بيقول كفاية. كلنا محتاجين ايه؟ للحب والامان والحرية والتحقيق الذات، لان كل الناس في الحقيقة عندها مخاوف او محبوسة، يا اما في ذاتها يا اما في كرامتها، في كرامتها يعني، او مشغولين باراء الناس فينا، فعندنا شوية مخاوف كده. فالحاجة الى الحب جواها كده حاجة للاحترام، الحاجة الى الاحترام حتى بين الزوجين، الحاجة الى الاحترام مهمة جدا. وممكن زميلك بيحبك بس بيحبك بطريقة ممكن تهينك فيها، فانت ما بتبقاش محتاج الحب ده او مش عاوز الحب ده، واخدين بالكم؟ فالاحترام مهم جدا، وان انت تبقى من جوه الاحترام ده عندك كده تقارب في الصداقة، يعني ايه؟ تبقى الرحلة اللي انتوا بتعملوها دي جميلة قوي قوي، بس انت مش مبسوط. ليه؟ ابونا يقول لك ليه مش، يقول لك تقول له ابونا اصل في الحقيقة الانتيم بتاعي مفيش تقارب، الانتيم بتاعك ايه؟ ما طلعش في الرحلة دي، فانت ايه؟ ده احتياج ايه؟ احتياج نفسي، الاحتياج الى الانتماء، ان انت تبقى انت بين كنيسة تقول له اه العذراء الزيتون، انا بتاع العذراء الزيتون، او انتمائك لفريق او لكنيسة او لعيلة او لجروب معين، ده احتياجات كلها احتياجات ايه؟ نفسية. الاحتياج للمشاركة، تلاقوا راجل طيب قوي مع مراته بس مراته مش سعيدة، ليه؟ لان هو ما بيشاركهاش حتى الايه؟ حتى في المشاعر يعني، ما بيشاركهاش، او هي مثلا ما بيبقاش مبسوط لان هي ما بتشاركوش مثلا وهو بيتفرج مثلا ماتش الكورة. كل الكلام ده احتياجات نفسية. الاحتياج للامان احتياج نفسي. يقولنا كده شركات التأمين، اغنى شركات في العالم هي شركات التأمين، بس يجي يأمن احتياج بقى للامان، تيجي تأمن مثلا على حياتك يقول لك ايه؟ بعد الشر يعني لو مت هنغطيك بكذا، وبعد الشر لو اتعمل لك حادثة نشوف نسبة العجزة. كلها حاجات تخوف وكلها حاجات توحي بعدم الايه؟
بعدم الامان، كل ده. مع اني مثلا ايه في الاشباع الروحي يقول لك ان إيه لم تؤمنوا لا تامنوا. الامان الحقيقه هو ايه؟ هو في ربنا. انا عاوز ارملكوا شويه كده على الروحيات. الحاجه برضو للحريه، ده احتياج للامان، احتياج نفسي، ان الناس يقول لك انا حر فترجع زي ما انت عاوز، وبنتك تلبس زي ما هي عاوزة، ومراتك تيجي في اي وقت هي عاوزة، وانت تعمل اللي انت عاوزه، وتقول لك ايه، وتقول انا حرة. في حين ان الناس اللي برا اللي بيمارسوا الحرية المطلقة يقول لك نفسنا كان يبقى عندنا اباء ولا كنيسة تقول لنا ايه ما يصحش، في وصية بتقول، او تبقى ايه، يبقى في مسؤولية. كل الكلام ده احتياجات، حاجة الى الضبط والحاجة الى التدرج، كل الكلام ده احتياجات مهمة قوي ان احنا نلبيها. الحاجة لتحقيق الذات، النجاح، وانك الحاجة للتشجيع والتقدير والانجاز، كل الكلام ده احتياجات نفسية محتاجين ان احنا نلبيها، ومحتاجين ان احنا نشبعها. لو ما اشبعتش مش هنمارس حياتنا طبيعية. يعني مثلا واحد دايما خايف، هو فاقد للامان، ده موضوع نفسي. واحد دايما حاسس ان هو فاشل، ده رايح جاي ايه ناس ايه، او بابا كان دايما سامع عندنا، لا انساها، بنت كان ثانوية عامة في ثالثة طب حاليا دلوقتي، جايبة 98.8، بس نقعد معاه قد ايه هي فاشلة، يا بنتي فاشلة ليه طيب، ده انت يعني في اعدادية ستة جايبة كذا، ابتدائي كذا، اعدادي كذا، ثانوية كذا، وانت في طب وبتطلع طب ايه لا هي تعودوا، خلي بالك ابن خالتك، اوعى تبقي فاشلة يا اوعى. فالبنت طلع حتى بتفوق ايه، عندها ايه، ما عندهاش في اشباع نفسي، ما تعملش، فطلع ايه مش واثقه في نفسها. حد مثلا فاقد الثقه في نفسه وفي الاخرين، اشباع نفسي ما تلباش، فتلاقي ايه، تلاقي الحياه مش ماشيه صح. طيب لو احنا لبينا الاحتياجات او اشبعنا الاحتياجات النفسيه، لو قدرنا هنغطي اي ضعف في الاحتياجات العقليه ما تسددتش. ولو ما قدرناش نغطي كل الجسد، العقل ايه يغطي احتياجات الجسد، والنفس تغطي احتياجات الايه الاثنين. فكل لما نطلع في الاحتياجات نقدر نغطي بقية الضعف. تاخدين بالكم انا عاوز اقول ايه؟ يعني القصة مش قصة اشباع روحي، لا، انت لازم تبقى حريص على اشباع كل احتياجاتك الجسدية والعقلية والنفسية علشان تقدر تبقى انسان نقدر نقول عليك سوي. طيب مش قادر تغطي كل احتياجات الجسد، عادة ما بنقدرش نعمل كل حاجة، فالاحتياجات العقلية لما تتغذى تغطي احتياجات ضعف الايه الاحتياجات الجسدية اللي انت ما قدرتش توفيها او تشبع منها. الاحتياجات النفسية لو قدرت ان انت تعيش الحب والحرية والضبط والتدرج والتشجيع والتقدير والانجاز، تقدر تغطي اي ضعف عقلي وايه وجسدي ايضا. ده مستويات. طيب كل الناس وكل علماء النفس في الحقيقة قالت محدش يقدر يشبع كل هذه الاحتياجات، لا الجسد كله ولا العقل كله ولا النفسية كلها. بدليل مثلا ان في كتاب كده طلع ان صغر النفس يشمل كل البشر، يعني احنا
ما فيناش واحد واجمعه كده ان ما عندوش صغر نفس، ده احتياج نفس ما اشبعناهوش. كلنا عندنا صغر نفس بس طبعا بنسب ايه متفاوت. يعني احنا ما نقدرش نقول ان في واحد اشبع كل احتياجاته النفسية، بس اللي مش قادر تعمله في الاحتياجات العقلية تقدر تعوضه في النفسية، والنفسية تقدر تعوض العقلية والايه والجسدية. واخدين بالكم؟ هنطلع بقى للمستوى الاخير وهو الاشباع الروحي. طيب هو الاشباع الروحي يقدر حد، نقطة اللي احنا عاوزين نوصل لها، الجسد لا، العقلية لا هنقدرش، النفسية لا، طب الروحي بقى نقدر؟ الروحي نقدر؟ نقدر. ده هو ربنا قال لنا كونوا ايه؟ كاملين كما انا كامل، كونوا قدسين، تستطيع ان تعملوا هذه الاعمال التي اعملها واحسن منها. يا خبر ابيض يا رب. يعني احنا عندنا اوبشن نقدر بيه نبقى افضل من اي واحد ما يعرفش المسيح. اوبشن احتياجات نبقى انسان، ناس متكاملين افضل، احنا مش متعصبين، افضل من اي حد بره الكنيسة وبره معرفة ربنا. ده ربنا قادر، ده ربنا يعني هو، احنا شركة في الطبيعة الالهية. تخيلوا جماعة احنا شركة في الطبيعة الالهية، احنا شركاء مع الله في الخلق. نحن كلمة جامدة قوي سمعتها من 20-30 سنة، قوله من ابونا متى المسكين وهو كان في مرة من المرات مع امال كامل على الناصية. طبعا ممكن انتوا صغير يعني سامحوني السن ما يجيبش يعني، لكن مثلا ممكن ابونا ميخائيل واستاذ كرم والناس الكبيرة شوية اللي زي حالاتي يعني، كان في برنامج كده اسمه الناصية، استضافوا مرة ابونا متى المسكين متنايح، قال لهم نحن امال فهم بتقول له ازاي انتوا بتقولوا انتوا اولاد الله، قال لا احنا مش اولاد الله، نحن لا نقول اننا اولاد الله بل اننا نتنفس انفاس الله. تخيل بقى، يبقى انت عندك اوبشن كبير جدا ان اي حد يستطيع ان يشبع احتياجاته الجسدية وليس كاملا، واللي ما يقدرش يشبعه جسديا يقدر يعوضه عقليا، واللي ما يقدرش يشبعه عقليا يقدر يعوضه باشباع احتياجاته النفسية، ولغاية كده وقفت الدنيا. ومفيش حد يقدر يشبع احتياجاته النفسية بالكامل. احنا بقى عندنا اوبشن رابع مش عند حد بقى، ان احنا الاشباع الروحي واحد يستطيع، اولا تقدر تشبع منه كاملا تتنفس انفاس الله وتعمل الاعمال التي يعملها واكثر منها ايضا، بل وصية كتابية ان تكونوا كاملين وان تكونوا قدسين وان نصل في وقت من الاوقات الى ملء قامة المسيح، فنقدر نشبع ايه روحيا كاملا. فالروحيات تشيل ضعف عدم الاشباع النفسي، والروحيات تشيل ضعف عدم الاشباع العقلي، والروحيات تشيل تتحمل ضعف الايه الجسديات. على سبيل المثال انه تلاقوا واحد راهب لا عنده يعني هدمة نظيفة ولا نومة نظيفة ولا اكلة نظيفة، وشاعر ان هو مش محتاج، ده ايه؟ ده اشباع روحي غطى اي تقصير في الكلام ده كله، اي تقصير في الكلام ده كله. تلاقينا في خدمة العشوائيات يحكون عليها ان مثلا يدخلوا على ست هي نايمة كده
على تراب، يعني حط كده شبه مرتبة كلها تراب وهي نايمة على التراب، وحط شبشب تحت رجليها، ويبدو ان هم دخلوا عليها لقوها حط طبق كده فيه جبنة، والجبنة نشفت يعني بقى لها يومين تلاتة، ويقولوا لها يا ست انت مش محتاجة حاجة، تقول له لا يا ابني ربنا سترها علي الحمد لله. يا ست طيب عندك اكل؟ وهو الطبق ناشف وشايفين سواء الجبنة او المش اللي فيه نشفت، انتوا عارفين لما تقعد الطبق فيه يومين تلاتة جبنة تنشف. طب مش بقى تقول له لا يا ابني الحمد لله ربنا سترها علينا ونشكر ربنا وفرحانين، ابقوا صلوا لنا انتوا. الناس تخرج تضرب كف على كف، ليه؟ الاشباع الروحي غطى اي احتياجات اخرى. فاذا مهم جدا 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 تجري تجري ورا اشباعك الايه الروح، تجري ورا اشباعك الايه، تجري ورا اشباعك الروح. طب هو ايه بقى احتياجنا للروحيات؟ يعني ايه احتياجنا للروحيات؟ بيعمل ايه بقى مهم وبيغطي كل تقصير، وهو البند الوحيد الايتم الوحيد اللي تقدر من خلاله تبقى انسان تقريبا متكامل، اللي من خلاله تقدر تبقى متكامل. يقولون مثلا ايه الاشباع الروحي، الروحيات تشبع فيك حاجة ممكن ما تلاقيهاش في اي حتة تانية. زي ايه يعني؟ زي ايه يعني؟ يقول لك زي الحاجة الى الغفران. يعني في السيكولوجي لما انت تعمل خطأ يقول لك معلش بقى علشان ما تصابش بالشعور بالذنب، يبقى عندك شعور بالذنب النتيجة للخطأ ده، حاول تنسى. حاول ايه؟ حاول تنسى. ده النفسانيين بيقولوا كده او السيكولوجيين بيقولوا كده. لكن احتياجنا الى الشبع الروحي يقول لك لا، الغفران احنا عندنا حاجة بقى تغطي هذا الاحتياج. مش هنقول لك انسى، مش هنقول لك انسى، لكن عندنا اله، عندنا اله يقول لك انا الماحي خطاياك والغافر ذنوبك لاجل نفسي. انا بعمل كده وانا فرحان في الحقيقه، انا بعمل كده وانا ايه، وانا مبسوط جدا جدا جدا. الحاجه الى الغفران. طيب ما فيش حد تاني يعمل الموضوع ده؟ لا السيكولوجيين يقولوا لك انسى يا عم، او انسى يا عمرو بقى انسى. والنسيان ساعات ما بيبقاش نقدر، لكن عندنا عاوزين حد يقول لنا خطاياكم لا اعود ان اذكرها، ارميها في بحر النسيان ولا اعود ان اذكرها مرة ايه مرة تانية. الحاجة الى الغفران، الماحي خطاياكم والغافر اسامكم لاجل ايه؟ لاجل نفسي لا اعود ان اذكرها تاني. فده ايه؟ ده الاشباع بقى. فانت لما تحس ان في حد بيقول لك ان اعترفتم بخطاياكم فهو امين وعادل حتى يغفرها لكم، انت بتبقى فرحان. يعني ساعات يجينا ناس يقول ابونا انا بقالي 50 سنة ما اعترفتش ومش عارف اقول لك ايه، ولما في الحقيقة كده قول له طيب اقول لك حاجة، ايه رأيك ننسى 50 سنة اللي فاتت، 50 سنة اللي فاتت، ونبدأ من اول وجديد، وادي لك الحل على كل اللي فات. بس في الحقيقة في وعد قدام ربنا، لما تعمل حاجة تيجي تقولها وعد، يقول لي وعد، ادي له الحل، تلاقي ده دموعه عينيه بتنهمر من البكاء. ليه؟ الفرح بالغفران، الفرح يعني طوبة واتشالت من على قلبه، وحمل واتشال من على ايه؟ نفسه. فيقعد يبكي ليه؟ لاني فرحان بالايه؟ بالغفران. مين اللي هيديك الكلام ده؟ انا بقول لك الاشباع الروحي يغطي كل احتياجات. مش معنى بدي لك امارات ان مفيش حد يدي لك غفران غير الهنا.
انا الماحي خطاياكم الغافر اسامكم لاجل ايه؟ نفسي. ان اعترفت بخطاياك فهو امين وعادل حتى يغفرها لكم، ارميها في بحر النسيان ولا اعود ايه؟ ولا اعود ان اذكرها. ده ايه؟ ده انت مش هتشبع، مش هتاخد هذا الفرح الا لما ايه؟ تتقدم للروحيات وتبقى عاوز تشبع روحيا. فايه؟ تاخد اللي محدش قدر ايه يديهولك بره، اللي محدش قدر ايه يديهولك بره. علشان كده انت عندك اوبشن تغطي كل ايه؟ كل الضعف اللي ايه؟ اللي فات، الجسد والنفس والعقل. طيب بأمارة ايه تاني يا ابونا؟ الشبع الروحي يؤهلني نفسيا ان انا اكون انسان سوي. الحاجة للابدية، الحاجة للابدية. في حد نفسه يموت؟ فيش حد نفسه يموت. في الحقيقة احتياج الانسان الى اللانهائية، انا مش عايز اموت. وما فيش حد يحللك مشكلة الموت دي خالص، يقولك احنا عندنا حل للموت. ما فيش غير ايه؟ غير الروحيات، غير ربنا، غير الكنيسة. الحاجة الى الابدية دي ما حدش يقدر ياخدها غير الناس اللي بتقرب وتحاول تشبع ايه؟ روحيا. انا في الحقيقة الكنيسة حلت لنا مشكلة الموت، وربنا حلل لنا مشكلة الموت، اللي لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. احنا بننتقل من مكان الى مكان تاني، لكن احنا ما بنموتش. المسيحيين ما بيموتوش، اللي ليهم عشرة مع ربنا لا يموت، لا يموت. احنا واخدين مصل كده ايه؟ واخدين مصل عدم الايه؟ عدم الموت. علشان كده اللي بيعيش في الكنيسة ويشبع روحيا هو انسان خالد، هو انسان له حياة تانية. الموت مش نهاية عالم وقبر مظلم وبندخل فيه وخلاص، لا ابدا. ده بداية حياة جديدة وعشرة جديدة مع ربنا. بل ساعات كده الناس اللي قريبين وعندهم شبع روح يقول لك لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذلك افضل جدا. يعني بولس كده قالوا له انت عاوز ايه يا بولس؟ قال لهم انا عاوز اطلع للسماء. والناس الامنة يناموا كده كل يوم ويقولوا يا رب امتى هتيجي بقى؟ احنا عاوزين نشوف امتى هتيجي. ده ايه؟ ده احتياج للايه؟ للابدية. مين اللي هيديهولك؟ الروحيات، التقاءك بربنا، التصاقك بيه، حياتك في الكنيسة تحلل. ما فيش حد يعمل كده، فيش حد يقول لك في كل يوم عندنا في المذبح جسد ودم ربنا اللي هيتناول منه ينال حياة أبدية، ينال حياة أبدية. فيش حد بيدي الكلام. فعشان كده المسيحيين اللي ليهم علاقة بالكنيسة اكتر ناس مستمتعين بالحياة، مستمتعين بالحياة. ليه؟ لانهم عايشينها صح مع ربنا، ليهم احتياجات روحية محدش بيقدر برا يديها لهم غير الايه؟ غير الكنيسة. احتياجك في الروحيات بأمارة ايه تاني يا ابونا؟ بأمارة احتياجك للحب. لا 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 يا ابونا سيبك من الموضوع ده، انا عندي مراتي بحبها قوي قوي قوي. قالوا ليه؟ مراتي وعيالي بيدوني احتياج للحب في الحقيقة. بس الاحتياج اللي انت بتحتاجه مش حب. طبعا الحب بتاع المدام والزوج والاولاد ده بيديك، بس حب ايه؟ حب غير كافي. تلاقوا الاتنين بيحبوا بعض جدا وعيالهم وعاملين بيت رائع، بس مش مكتفيين. ليه؟ اصل انا محتاج يا ابونا احب حد يديني حب، والحب ده لا يموت. عاوز حد يديني حب والحب ده يبقى غير محدود. عاوز يا ابونا حد يديني حب ويبقى في الحقيقة بدون شروط. طب مين اللي هيديك الكلام ده غير ربنا؟ مين اللي هيديك الكلام ده غير ربنا؟ مفيش حد. علشان كده الاشباع الروحي مهم جدا، ليس فقط في الروحيات والكنيسة، على مستواك الشخصي وتعاملاتك في علاقاتك وفي ردودك
وفي مكانتك وفي ادارياتك مهم جدا انك تبقى مشبع روحيا، مش علشان احنا مستروحين. لا، المحاضرة دي انا ممكن اقولها في 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 مركز للتنمية البشرية، اقول لهم التصاقك بربنا الروحي ده يعوض لك حاجات كتيرة. او ممكن نقول الكلام ده مش لناس مسيحيين. فاحتياجك للحب، انت عاوز حب في الحقيقة لا يموت، وعاوز حب غير محدود، وعاوز حب بدون شروط. فمين اللي يديك الكلام ده غير ربنا؟ فلما تشبع بهذه الاحتياجات تقدر تبقى انسان منتج في المجتمع، لان ايه؟ انت مشبع ايه؟ مشبع روحيا. في الحقيقة كمان بأمارة ايه الشبع الروحي مفيد كمان في حياتنا العامة، ونتميز بيه عن الاخر، في المثالية، السمو والمثالية. كلنا طموح، كلنا طموح، عاوز اسكن في فيلا، وبعدين اسكن في الفيلا اقول ايه الخيابة دي يعني؟ هو ده اللي انا قعدت 10 سنين احوش واحرم نفسي وابقى مضغوط وافكر واجيب منين واعمل ايه كل ده عشان ايه ده؟ دي خيابة. عاوز اجيب العربية الفلانية وتبقى ضاغط على نفسك عشان تجيب العربية الفلانية، ولا لما تجيبها تحس ان هي ايه؟ حاجة خايبة قوي، حاجة ايه؟ في الحقيقة تبقى حاجة خايبة قوي. بالظبط بالظبط. هو ده اللي انا كنت بجري وراه، وهو ده اللي انا كنت بجري علشانه. تلاقي طموحك بقت ايه؟ بقت سراب، وتحس ان في ايام ضاعت كده وانت مشغول بحاجات ما كانش صح ايه تشغل نفسك بيها. ربنا عالج الحتة دي واتكلم فيها مع الوقت بتاع حجاي. حجاي حجاي يعني تقريبا 584 قبل الميلاد، و ربنا بقى على لسان حجاي يقول للناس ايه؟ زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا. يعني انت عملت مجهود كبير قوي، بس للأسف يعني رصيدك تعبان قوي، يعني مش على قد مجهودك. زرعتم كثيرا ولكن ايه؟ ودخلتم قليلا. تأكلون وليس الى الشبع، فيش حد فيكم بيشبع. تشربون ولا تروون. تكتسون ولا تدفئون. والاخذ اجرة يأخذ اجرة لكيس منقوب. كأن ايه؟ فلوسك مش ايه؟ مش بقى يعني ما بيبانش على خير. ليه؟ ليه؟ الطموح كلها طموح اي كلام. طب امتى تبقى الطموح سامية؟ ان انت تبقى تتمثل بإلهك، انك تبقى كامل. كل ما توصل تبقى حاسس ان انت لسه ما وصلتش. تبقى ده كل الكلام ده ايه؟ مين اللي يديه؟ ربنا اللي يشبع الروح، اللي يغطي كل ضعف ايه؟ ضعف. كل ضعف ايه؟ كل ضعف جسدي. عشان كده اللي يشبع روحيا يقول لك ايه؟ مش هيرتوي وبس، يصير فيه ينبوع، ما ينبوع الى حياة ابدية. دي انت هتبقى ايه؟ ينبوع. انت مش هتبقى مروة وبس او مشبع وبس، لا 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 لا، ده انا هخلي فيك ينبوع، ينبع الى حياة ابدية. تبقى انت اللي بتفيد، تبقى انت اللي بتفيد. ولما انت بتفيد هتلاقي اللي انت ايه؟ فرحان. بلاش نتكلم في الموضوع ده. تلاقي في احتياجات نفسية بتلبى. الناس بتقول لك ربنا يخليك، حاجة الى التقدير والنجاح والانجاز والحب والامان. كل الكلام ده انت بتشبع. ما هو ايه؟ المروة يحصل فيه ايه؟ يروي. ولما يروي الناس تديله ايه؟ احنا طبعا ايه؟ يعني مش منتظرين من الناس، لكن انت بتبقى يعني مرتاح. علشان كده ندخل في حاجة تانية. يبقى واحد عاوز اقول لكم، واحد
انا جاي اقول لكم ايه بنعمة ربنا، من فضلك من فضلك اهتم باشباع احتياجاتك. واحد الجسدية، اتنين العقلية، تلاتة النفسية، اربعة من فضلك اهتم قوي 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 بالاشباع الروحي. ليه؟ لان الاشباع الروحي لو انت ما قدرتش تغطي كل احتياجاتك النفسية، الاشباع الروحي يسد الثغرات، الاشباع الروحي يسد كل ثغرات في الاحتياجات النفسية والعقلية والجسدية. يبقى ايه؟ طب والاشباع الروحي ده ملك كل الناس؟ ملك الناس اللي في الكنيسة اللي بيعرفوا ربنا. الحاجة الى الغفران مفيش غير للكنيسة، الحاجة الى الابدية مفيش غير في الكنيسة، الحاجة الى الحب الذي لا يموت وغير محدود وبدون شروط في الكنيسة، الحاجة الى المثالية والسمو مش هتلاقي غير في الكنيسة. فاذا التلاتة مهمين، والرابع من فضلكم خلوه الورقة الرابحة بالنسبة لكم. لو انا نشأت في بيئة ابو بان وامي على قدها وما غزتنيش كويس نفسيا، الاشباع الروحي يغطي يغطي. كلنا تقريبا اتولدنا في بيئات يعني على قدهم كانوا بيربونا، لكن طلعنا مش متكاملين. ليه يعني؟ بنسع ليه؟ اتربينا في الكنيسة، اتربينا في الكنيسة. ابويا ما كانش بيحضني، لكن ابويا في الكنيسة كان ياخدني كده بين احضانه يقول لي انت يا اخبارك ايه اشباع. طب فين الكلام ده بقى بره الكنيسة؟ الحاجة الى الغفران، بره اغلط اضرب 50 كلده زي بولس الرسول الا واحد 40 إلا. لكن في الكنيسه يقولوا لنا معلش، ما احنا بنغلط ومعلش ماله خلاص يبقى ده اللي انت خلاص. بيئه جميله، اشباع روحي رائع. نقدر نقدر نلبي كل الاحتياجات الاشباع الروحيه عن طريق الكتاب المقدس والصلاه وعلاقتنا بالكتاب بالكنيسه والاباء، لانها احتياج روحي. ربنا قادر ان هو يدهن 100% فنكون قدسين ونكون كاملين. الفكرة دي وصلت؟ تمام. الفكرة التانية، لو انتم متخيلين كده نعمل كده شيفت صغير، في حد يعرف لنا بقى لو واحد كده متخيلينه ان هو بقدر الامكان بقدر الامكان سعى ان يشبع احتياجاته الجسدية والعقلية والنفسية وبعدين كملها بقدر الامكان؟ في نقائص محدش يقدر يشبع 100% التلاتة دول لكن ابتدى يبقى ليه علاقة بالكنيسة وعنده بقى اشباع روحي وبالاباء وبالافخارستية وبالخدمة بقى ويتمتع بقى بالابوة والكنيسة والكلام، تفتكروا تبقى سماته ايه؟ نشغل بقى اللاسلكي لو ينفع، او يعني حد سمات بقى الانسان المشبع ده ايه تفتكروا؟ شخص سوي. ايه تاني؟ شخص سوي. اتفضل يا مان. ما بيتأثرش بسهولة، تمام، باي مؤثرات، ثابت صخرة، هو اصله في ظهره مين؟ لا ربنا. ان صرت في وادي ظل الموت لانك انت معي، تمام. علشان هو سوي بيعرف يوزن ويدير الامور بطريقة تكاد تكون سليم، مش بالسهولة يقع. فرحان شخصية ايه؟ فرحانة. مين قده ده بقى؟ مين قده ده؟ بس ممكن يبقى طيب حضرتك اسمك ايه؟ نانسي. طيب ما هو ممكن الفرح الجسدي اشباع الجسديات ابقى فرحان، جيبي لي عربيه كده اخر بديل وانا ابقى اخر زقطات، فرح مؤقت.
ممكن اسكن في فيلا واجيب عربية بس الفرح فرح ايه؟ مؤقت، عشان شبعان روحيا يدينا بقى فرح. يقول لنا كده ربنا: ولا احد يستطيع ان ينزع فرحكم منكم. مرة اديتكم في المؤتمر كده فرح بالرغم من الضيقات، ده الانسان المشبع ايه؟ روحيا، فرح بالرغم من تجارب، فرح من اجل بقى اي حاجة بقى، كلوا حقي واتظلق فرحان، ليه؟ انا مشبع، انا مشبع والكلام ده ما يأثرش معي. اتفضل حضرتك. الذي يتمتع بالاشباع الروحي المحبة والغفران يقدر في علاقاته يدي الكلام ده فيبقى ناجح في علاقاته. يعني الانسان المشبع هو فرحان، انسان متزن، انسان ناجح في علاقاته. ايه تاني؟ خلاص. بقى هو يعني مش سائل في، مش يعني مش باله مرتاح وقلبه جه، قلبه مرتاح وباله ايه؟ مرتاح. ليه تقول الهم يعني وانت معاك اله؟ طبعا البال مرتاح. ليه؟ عارفين ليه؟ ده كلام في العمق جدا. ده عارفين باله ليه؟ نقدر نقول ايه؟ مكتفي. هو الانسان اللي باله مرتاح ده عبارة عن ايه؟ اللي مش مرتاح ده ايه؟ في صراعات، نفسه يعمل ومش قادر، نفسه يجيب ومفيش، نفسه ده ايه؟ انسان ايه؟ مكتفي، بقليل هيعيش وبكتير هيعيش. ربنا جاب له ماشي، ما جابش هو برضو ايه؟ فرحان. الست اللي معاها طبق المش اللي ناشف، هي ولا في ذهنها حاجه، ولا في ذهنها حاجه، هتقوم بعد شويه وتاكل البتاع الناشف ده وخلاص. بالها ايه؟ مكتفيه، مكتفيه. ساعات كتيره قوي الصراعات من اجل عدم الاكتفاء، من اجل عدم الايه؟ الاكتفاء. يبقى نراجع كده: الانسان المشبع فرحان، متزن، مكتفي، علاقاته ناجحة. اتفضل. مؤثرة طبعا، لازم يبقى مؤثر، ده انتوا حاجة حلوة قوي. اتفضل حضرتك. سلام، عنده سلام داخله، مفيش حاجة تقدر تهزه ولا تزعزعه خالص خالص. اتفضل اتفضل. محبة، فرح، سلام، طبعا نقدر نقول طبعا طبعا طبعا، لان هو اذا كان مشبع نفسيا وجسديا وعقليا. نعم. حتى لو كان مرتبك على قدك ويدوب، انت فرحان، مكتفي، مكتفي. حتى لو ما كانش عندك عربية، حتى لو كنت ساكن في شقة كذا، مكتفي، فرحان بربنا ومكتفي. جورج ولا جورج بيقول الاكتفاء مش هقدر ابقى مكتفي في كل حاجه. زي يا جورج، يعني ايه اللي انت لو انت مشبع روحيا ومغطي الاشباع الروحي، مغطي النفسي والعقلي والجسدي، يبقى لسه ما وصلتش للاشباع الروحي، لان مفيش اكتفاء، مفيش اكتفاء. مفيش. لو ما وصلتش للحته دي يبقى انت ما وصلتش للاشباع. ومعك لا اريد شيء خالص خالص، ومعك لا. علشان كده اللي مشبع روحيا يبقى عنده استعداد ايه؟ حاجة اسمها الترك، انك تسيب في علاقات واصدقاء، سيبها يا اخي من اجل ربنا. في ناس دايما بتجرجرك لورا، ما في قعدات يعني بتبهدل، بلاش. في عادات وضعف وخطايا، علشان انت لازم هتسيب رب، لازم هتسيب الكلام ده من اجل ايه؟
من اجل ربنا يقول لنا ايه؟ العلاقات والعاطفة والاصدقاء وهوى القلب. طيب علشان في 5 دقايق انا كنت جاي بس في الحقيقة عشان اقول لكم اهمية الاشباع الروح. اسعى انك تشبع. الورقة الرابحة في حياتك هي الروحيات. هتكمل كل احتياجاتك لو مش عارف تكمل اي احتياجات في النفسية والعقلية والجسدية تقدر عن طريق الاشباع الروحي تعوض الكلام ده. لكن قلت ايه؟ هنختار حتتين بسيط وعرفنا الاشباع الروحي. هنختار حتتين بساط قوي نقول 2 ايتم كده كيف تشبع روحيا. علشان نبقى ايه يعني تقريبا يعني. كيف تشبع روحيا؟ قالوا لنا حاجتين مهمين قوي في الحقيقة. الاشباع الروحي بيجي بحاجتين. او طبعا هو نقاط كتيرة بس انا يعني ركزت على حتتين مهمين قوي. هو تقوية الارادة. حاول تدرب نفسك على انك تبقى تقدر تتحكم في ارادتك. ابونا يعني مفرقتش يعني يا ابونا 12 الا 5 اكل بيضة يوم الجمعة يعني. هي مش فارقة. هي مش فارقة 12 الا 5 من 12 الى 5. بس انت صمت 24 ساعة هتضيعهم في 5 دقايق؟ حرام. قوي ارادتك. اصل فتحت كده التلاجة يا ابونا وكانت 12 الا دقيقتين جات لي واحدة كنت لسه بحكي جات لنا واحدة في الكنيسة جات لي واحدة في الكنيسة كان يوم ايه يا ربي؟ الايام اللي احنا صمنا فيها دي ايام في البارامون. قالت لي ابونا ست كبيرة قالت لي يا ابونا مش قادرة اصوم تاني. كان مش قادرة. قلت لها ايه؟ قالت لي هاكل سندوتش جبنة واشرب كوباية لبن واكل زبادية. مش قادرة ترجع تاني للاكل الصيامي. مش قادرة. وبعدين قلت لها طب اقول لك حاجة ايه رأيك تختاري حاجة من الحاجات دي؟ اختاري حاجة. انا مش عاوز اضيع الحرام اللي خدته من تقوية الارادة. حرام اضيع. قلت لها اختاري يا لبن يا جبنة يا زبادي. عم زي قالت لي لا اخد سندوتش جبنة. قلت لها خلاص ممنوع الزبادي. هي مش الفكرة في اللبن وزي قد ما انها ايه لا عاوزين نقوي ارادتنا. عاوزين نقوي ايه؟ عاوزين نقوي ارادتنا. ابونا يقول لك مطنيات يبقى لازم مطنيات. ابونا يقول لك باكر والنوم يبقى لازم باكر. ما فيهاش فصال. تقوية الارادة يساعد على الشبع الروحي. طب ايه تاني؟ ايه تاني؟ هي اخر نقطة نقولها. ايه تاني؟ يقول لنا كده في سفر هوشع الاصحاح الثاني. هأنذا على النفس البعيدة أخذها إلى البرية وألاطفها. النفس البعيدة ربنا هيعمل فيها إيه؟ هاخدها للبرية وإيه؟ ويعمل فيها يلاطفها. ليه يا رب البرية؟ إن لم تستطع أن تنزع من يومياتك ساعة، مش قصدي مش ساعة يعني أي وقت، أي وقت ولو 5 دقايق تحاسب فيه نفسك وتقعد فيه مع ربنا لا يكون هناك اي شبع روح. الجلسة اليومية والتدريب اليومي على انك تقرأ قطعة وتقول يا رب انت عاوز مني فيها ايه من كتاب مقدس. عندنا يعني ضغطت من 2 سنين كده على الموضوع ده مع العيال عندنا يعني في الشباب. وكان الموضوع خايف لا يفلت مني. في الاعترافات حقيقة لقيت نتائج حلوة قوي. اني ابتدى جبت لهم كتاب اسمه تأملات اسبوعية بتاع الانبا متاؤس. كل يوم في قطعة من الكتاب وفي تأملات. سبت حد 2 3 4 5 جمعة. افتح انت النهاردة التلات خد تأمل التلات. وشوف ربنا عاوز يقولك ايه.
مع ان هم اللي بيقروا، بس كل يوم بيطلعوا بحاجات هايلة. الشبع الروحي والعلاقة الروحية مع ربي لا تنمو الا بجلسة يومية مع ربنا. ممكن الجلسة دي على فكرة تبقى وانت لو ما عندكش وقت، مش لازم يعني من الساعة 7 لـ 7:15، لا مش لازم. ايه الوقت اللي ممكن تختلسه؟ حيث تقعد القعدة دي تفتح الكتاب ده او تفتح الانجيل، تشوف ربنا عاوز منك فيها وتصلي وتقول له فهمني. مش هيحصل اي نمو ولا اي اشباع بدون هذه الجلسات. نراجع كده مع بعض بسرعة. كلمنا شبع، من فضلك اشبع جسديا ونفسيا، لان كل شيء اعطى لينا للتمتع. عقليا، من فضلك اهتم او بالاشباع الروحي، لان الاشباع الروحي هو اللي هيغطي لك اي ضعف من الضعف ده الجسدي والنفسي والعقلي. الاشباع الروحي اي اشباع تاني مش هنقدر نكتمل فيه 100%، لكن الاشباع الروحي الوحيد اللي احنا نقدر ناخده ونكون قدسين وكاملين كما ان ابانا هو قدوس. الاشباع الروحي يغطي كل الضعف. عرفنا الاشباع الروحي، وبعدين قلنا سمات الانسان المشبع. قلت انتو مكتفي وقادر على الترك وفرحان بعلاقاء، فرحان وناجح في علاقاته، وقلتوا حاجات كتيرة قوي جميلة. اخيرا قلنا كيف نشبع روحيا. قلنا بتدريب الارادة وبخلوة يوميا في حياتك الخاصة تقدر اللي انت تبقى مشبع وتنمو. ربنا يديكوا نعمة وبركة، ومرسي ابونا على محبتك الكبيرة، وكل سنة وانتم طيبين، وإلهنا المجد دائما ابديا امين. الحقيقة الكلام ما يتشبعش منه، مش كده ولا ايه؟ ربنا يعوض.